الثلاث أسئلة اللي في الكويز، وأتمنى لكم كلكم حظ سعيد إن شاء الله. طيب خلونا نبدأ في الموضوع بتاع الليكتشر بتاعنا النهاردة. هنتكلم النهاردة مش عن موضوع معين في الروت كانال تريتمنت، أو مش هنتكلم عن توبيك معين في الإندو، إحنا هنتكلم عن كذا موضوع مع بعض، أو هنلم كده كذا جزئية مع بعض. هنتكلم عن إزاي حضرتك تعمل روت كانال تريتمنت بشكل سيف، بشكل آمن. طيب هو الروت كانال تريتمنت جيرني، أو رحلة الروت كانال تريتمنت، بتتكون من إيه؟ رحلة الروت كانال تريتمنت ناس كتير قوي بيبقوا مفكرين إن هي دايماً بتبدأ بالأكسس كافيتي، إحنا هنفتح أكسس، أو إحنا عايزين نلاقي الروت كانالز. طيب الحقيقة إن الموضوع مش كده، الحقيقة إن رحلة الروت كانال تريتمنت مش بتبدأ بالخطوات الفعلية بتاعت الروت كانال تريتمنت اللي هي الأكسس كافيتي والشيبينج وما إلى ذلك. لا، إحنا عندنا خطوات أولية لازم نبدأ بيها علشان الروت كانال تريتمنت بتاعتنا تبقى سيف وبريدكتبل. رحلة الروت كانال تريتمنت بتاعتنا بتبدأ من أول الدياجنوزيس والتريتمنت بلانينج. حضرتك لازم تعمل دياجنوزيس كويس جدا جدا قبل ما تبدأ تعمل تريتمنت، مش بس في الاندو، ده في طب الأسنان عموما أو في الطب عموما، لازم حضرتك تكون عامل دياجنوزيس قبل ما تبدأ تشتغل علشان تعرف ايه هي التوس اللي عامل المشكلة او التيس اللي عامل المشكلة، وبالتالي تقدر تدخل تعالج المشكلة دي وتحل المشكلة الموجودة عند البيشنت. تاني حاجة بتكون هي الايه؟ الانافيزيا والبين كنترول، which is very important زي ما هنتكلم بعد شوية. بعد كده بتبدأ ان حضرتك تعمل isolation للسن او السنان اللي انت هتشتغل عليها. بعد كده بتبدأ تشتغل بقى الخطوات الفعلية بتاعة الروت كانال تريتمنت. هتبدا تعمل اكسس كافيتي بريباريشن، هتبدا تعمل روت كانال بريباريشن، هتبدا تعمل الروت كانال اريجيشن وديسنفكشن، وبعد كده هتبدا تعمل الروت كانال اوبتيوريشن. طيب حضرتك محتاج ايه اثناء ما انت بتعمل روت كانال تريتمنت؟ الحقيقه ان احنا محتاجين يبقى عندنا حاجتين مهمين جدا، او محتاجين نحقق مبدئين مهمين جدا في التريتمنت بتاعتنا اثناء ما احنا شغالين. احنا محتاجين ان احنا نحقق السيفتي، وفي نفس الوقت محتاجين ان احنا نحقق الافيشنسي. حضرتك محتاج ان انت تعمل التريتمنت بتاعك او تبراكتس بشكل سيف او بشكل امن، سواء بالنسبه لك او بالنسبه للبيشنت، وفي نفس الوقت محتاج ان انت تعمل التريتمنت بتاعتك بشكل افيشنت. محتاج ان انت تعمل كل خطوه من خطوات التريتمنت بشكل افيشنت او على كفاءه عاليه، بحيث ان انت تضمن ان شاء الله لونج تيرم سكسس للتريتمنت بتاعتك. طيب خلونا نتكلم عن السيفتي. حضرتك محتاج ان انت تبقى سيف في كل خطوه من خطوات التريتمنت بتاعتك، علشان تافويد حاجتين، علشان تافويد الانترا اوبريتيف كومبليكيشنز، علشان تافويد اي كومبليكيشنز ممكن تحصل اثناء التريتمنت، اثناء ما انت شغال، وفي نفس الوقت احنا عايزين نافويد البوست اوبريتيف كومبليكيشنز. ممكن يبقى في بوست اوبريتيف كومبليكيشنز ليها علاقه بالفيلير، ليها علاقه بان البيشنت حصل له مشكله بعد التريتمنت، ليها علاقه بان البيشنت حس بين، ليها علاقه بان التريتمنت بتاعتك ما جابتش الاوتكم المظبوط فيرجع البيشنت يشتكي تاني. احنا عايزين نافويد الحاجتين دول، عايزين ما يحصل لناش قدر الامكان مشاكل اثناء ما احنا بنعمل التريتمنت، وفي نفس الوقت عايزين نافويد البوست اوبريتيف كومبليكيشنز علشان ما يرجعش البيشنت يشتكي لنا بعد كده. طيب علشان نافويد الانترا اوبريتيف كومبليكيشنز والبوست اوبريتيف كومبليكيشنز، فاحنا محتاجين ان احنا نحقق المبدا بتاع السيفتي او مبدا الامان والسلامه في كل خطوه من خطوات التريتمنت بتاعتنا من اول الدايجنوزس. تمام، ما تتخيلش ان انا بس هكلمك عن السيفتي ديورينج الاكسس كافيتي والشيبنج والكلام ده، طبعا هكلمك عن الحاجات دي، انما احنا محتاجين ان احنا نبقى سيف من الاول خالص، من اول ما حضرتك بتعمل دايجنوزس. طيب السيفتي ديورينج دايجنوزس، ازاي ابقى سيف ديورينج الدايجنوزس؟ ان حضرتك تبقى سيف ديورينج الدايجنوزس عن طريق انك تعمل دايجنوزس بدقه، علشان تقدر ان انت تعمل تريتمنت للكوزيتيف توث، عشان تقدر فعلا توصل للتوث اللي عامله المشكله. حضرتك لو ما عملتش اكيوريت دايجنوزس وما خدتش داتا كفايه من البيشنت،
ممكن تدخل تعمل تريتمنت لتوس ما تكونش هي اللي عامله المشكله، او حضرتك تفتكر ان المشكله جايه من حاجه تانية، حضرتك تفتكر مثلا ان الموضوع نون دنتال، او تفتكر ان الموضوع بريدونتال وهو بالبال، او تفتكره بالبال وهو بريدونتال، فتبدا ان انت تمشي على تريتمنت بلاننج مش مظبوطه، وبالتالي ما تقدرش ان انت تحل مشكله البيشنت، وبالتالي يحصل لك بوست اوبرتيف كومبليكيشن، البيشنت مشكلته ما اتحلتش، وبالتالي هيرجع في الاخر ايه يشتكي لك تاني يقول لك انت ما حلتليش مشكلتي. يبقى علشان تبقى سيف ديورنج الدايجنوزس، فانت محتاج ان انت تعمل اكيوريت دايجنوزس عشان توصل فعلا للمشكله اللي موجوده عند البيشنت وتقدر ان انت تحلها له. علشان نبقى سيف ديورنج الدايجنوزس ونقدر فعلا ان احنا نعمل اكيوريت دايجنوزس ونوصل للكوزيتيف توس او الكوزيتيف تيب اللي عامله المشكله، احنا محتاجين ان احنا نعمل دايجنوزس بكذا طريقه. لازم حضرتك هتعمل كلينيكال دايجنوزس او كلينيكال اكزامينيشن، لازم حضرتك تعمل راديوجرافيك دايجنوزس او راديوجرافيك اسيسمنت للكيس بتاعتك او للتوس بتاعتك، لازم حضرتك لو احتجت انك تلجأ انك يبقى عندك حاجات تانية او ميثودز تانية تساعدك في الدايجنوزس زي الكلينيكال تيستنج مثلا، الفيتاليتي تيستنج او السنسابيليتي تيستنج. تمام، حضرتك لازم تكون بتعرف تقرا البير اوبريتيف اكس راي كويس، زي هنا مثلا في الاكس راي اللي حضراتكم شايفينها دي، عندك هنا في كيرز، عندك في ليجن، فاكيد هي التوز دي اللي مسببه المشكله، لان اللي قبلها ساوند واللي بعدها ساوند برضو ولسه انكمبليت روت فورميشن، فالتوز دي هي اكيد اللي عامله المشكله. البيشنت كان عنده بين اون بايتنج، فالبين اون بايتنج اكيد جاي من ايه، من التوز دي. طيب الراديوجرافيك اسيسمنت مهم في حالات زي الكيس دي مثلا، الكيس دي كان الكوادرنت بتاع البيشنت ده كان اللور ليفت كوادرنت، كان اللور ليفت كوادرنت ده التيس كلها باينه ان هي ساوند ما فيهاش مشكله، الابر ليفت كوادرنت برضو كان كل التيس باينه ان هو ساوند ان هي ساوند، والبيشنت كان بيشتكي من سبونتينيوس بين، بياخد مسكنات دايما، ما بيعرفش ينام، الوجع بيصحيه من النوم وما الى ذلك. عملنا اكس راي لقينا ان في كومبوزيت ريستوريشن محطوطه دايركت على البالب، هي طبعا اللي كانت عامله له الريفرسبل بالبايتس وهي اللي عامله البين ده. الكومبوزيت ده كلينيكالي ما كانش باين ان هو كومبوزيت، كان معمول المورفولوجي بتاعه كويس جدا وما كانش باين ان في ريستوريشن، انا شكيت فيه ان هو ممكن يكون البيشنت ده عنده حاجه تانية، او المشكله ممكن ما تكونش من سنانه، البين اللي عنده ده حسيت ان هو غير مبرر لما انا عملت كلينيكال اكزامينيشن، بس بمجرد ما عملت له اكس راي لقيت الايه التوس اللي عامله مشكله للبيشنت. تمام، طيب حضرتك علشان تعمل دايجنوزس بشكل سيف زي ما قلنا وتقدر ان انت تعمل تريتمنت بشكل امن، مهم قوي ان حضرتك تبقى بتعرف تقرا البري اوبريتيف اكس راي وتعمل لها assessment. ودايما بنبه على نقطة مهمة جدا، ان البري اوبرتيف اكس راي هي اهم اكس راي في الاندو. البري اوبرتيف حضرتك او بتبين لحضرتك ايه هي الكيس اللي انت داخل عليها، ايه هي التشالنجز اللي انت داخل عليها، التوس اخبارها ايه، الريستورابيليتي بتاعت التوس اخبارها ايه، كل الكلام ده. تمام، فمن فضلكم محدش يهمل البري اوبرتيف اكس راي. طيب من البري اوبريتيف اكس راي من الحاجات المهمه قوي اللي هنشوفها فيها هي التوث انجيوليشن، ان التوث بتاعتك انجيوليتد ميزيالي انجيوليتد بالشكل ده. طيب حضرتك هنا لو دخلت بارالل او سوري لو دخلت بيربنديكولار للارش بتاعك كده دايركت، حضرتك هتعمل ايه؟ دايركت على طول هتنزل تعمل بيرفوريشن في التوث دي. يبقى من البري اوبريتيف اكس راي مهم قوي ان حضرتك تقيم او تعرف ان لا التوز دي ميزيالي انجليتد، يبقى انا لازم امشي مع نفس الانجليشن بتاع التوز ده اثناء ما انا بفتح الاكسس كافيتي علشان افويد ان انا اعمل بيرفوريشن في التوز. طيب من الحاجات المهمه قوي برضو اللي هتشوفها في الاكس راي، حضرتك لازم تعمل اناليسيز للبالب سبيس او للبالب تشامبر بتاعك. هنا مثلا عندك البالب تشامبر كانت وايد ميزيال بالب هورن ديستال بالب هورن، ده بيبدا يدي لك فكره عن ان الاكستنشن بتاع الاكسس كافيتي بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. تمام، ده لور فيرست مولر. طيب بص كده على الاكس راي الثانيه دي، ده برضو كان لور فيرست وسكند مولر،
شايف الفرق في الكونفيجريشن او في الشكل بتاع البالب سبيس او البالب تشامبر ما بين هنا وهنا؟ هنا البالب سبيس ايه على الصوره اللي على الشمال او الاكس راي اللي على الشمال، البالب تشامبر ايه؟ وايد ميزيو ديستال. انما البالب تشامبر في الاكس راي او في البيشنت الصوره بتاعته على اليمين كانت ايه؟ فيري نارو. فحضرتك هنا بتبدا تاخد فكره عن مساحه البالب سبيس او البالب تشامبر قد ايه علشان تعرف انا تقريبا الميزيو ديستال دايمنشن بتاع الاكسس كافيتي بتاعي هيبقى قد ايه. تمام كده؟ علشان ما تعملش اوفر كاتنج زياده عن اللزوم ولا تبقى اندر اكستندد فبرضه تعمل مشكله للبيشنت او يبقى عندك ميسد كانال وبالتالي التريتمنت بتاعتك هيحصل فيها كومبرومايزيشن. تمام كده؟ يبقى ان حضرتك تعمل اناليسيز للتوث انجيوليشن مهم، انك تعمل اناليسيز للبالب سبيس او البالب تشامبر دايمنشن دي حاجه مهمه برضو علشان تبقى عارف انا الميزيو ديستال دايمنشن بتاع الاكسس كافيتي بتاعي هيبقى قد ايه. طيب الخطوه الثانيه اللي بعد البري اوبرتيف اكس راي، خلاص احنا عملنا دايجنوزس، عملنا اسسمنت، شفنا البري اوبرتيف اكس راي، خلاص عرفنا ان احنا هنعمل روت كانال تريتمنت. هنبدا بقى نعمل ايه؟ انستيزيا وبين كنترول. والانستيزيا بتبقى هي الحاجه المرعبه لعيانين كتير جدا جدا، لذلك برضو علشان تبقى سيف وعلشان تكتسب ثقه البيشنت دايما لازم تكونسيدر بينلس انجكشن على قد ما تقدر. حاول ان انت تستخدم توبيكال انستيزيا، حاول ان انت تستخدم نيدلز تكون هاي كواليتي علشان تبقى شارب فما تعملش انجري للتشوز اثناء ما حضرتك بتدي الانستيزيا. دايما كمان حاول انك تدي الانستيزيا او تنجكت السوليوشن بتاعك بسلو ريت، ما تعملش فورسينج او ما تعملش فيري هاي ريت اوف انجكشن علشان السوليوشن لو دخل التشوز بفيري هاي ريت بيعمل بين للبيشنت. فدايما كونسيدر ان تبقى الانجكشن بتاعتك بينلس عن طريق التوبيكال انستيزيا، عن طريق انك تستخدم نيدل تكون الكواليتي بتاعتها كويسه وتكون شارب، عن طريق ان انت تعمل سلو ريت اوف انجكشن علشان الانستيزيا بتاعتك او الانجكشن بتاعك يكون بينلس. طيب عايزين نبقى سيف في ايه كمان؟ عايزين نبقى سيف عن طريق الايزوليشن. طبعا الايزوليشن بيعمل لك سيفتي، الايزوليشن ايكوال سيفتي. طيب الايزوليشن هيعمل لي انا سيفتي ولا هيعمل للبيشنت؟ هيعمل لنا احنا الاثنين. الايزوليشن هيخليك انت سيف كدكتور وهيخلي البيشنت كمان يبقى سيف. طب هيخليني انا سيف كدكتور ازاي؟ طبعا الايزوليشن او الرابر دام ايزوليشن ده جزء من الانفكشن كنترول، خصوصا في الايام دي اللي احنا فيها. ربنا يحفظنا جميعا، احنا محتاجين ان احنا نطبق اقصى قواعد الانفكشن كنترول. فحضرتك لو شغال في بق البيشنت، طبعا حضرتك شغال بكونترا والكونترا بتطلع ايروسول، الايروسول ده بيبقى واخد كل السلايفا اللي في بق البيشنت ومطيرها في الاوضه كلها. فحضرتك لو شغال من غير رابر دام ايزوليشن، فطبعا السلايفا اللي في بق البيشنت كلها بتبقى ايه؟ بتبقى في وشك وبتبقى في وش الاسيستنت وبتبقى في وش اي حد قاعد معاك في الاوضه. انما حضرتك لو شغال بالكونترا ومركب رابر دام، فحضرتك قللت الايروسول اللي طالع واخد السلايفا معاه، ده بيبقى الايروسول اللي طالع يدوب طالع من ايه؟ من التوس او التيث اللي انت شغال عليها بس، انما السلايفا بقى والطنج والكلام ده كله بيكون ايزوليت. فالرابر دام ايزوليشن هو ميثود من الميثودز بتاعه السيفتي او ايزوليشن، بيخلي البيشنت بتاعك يبقى سيف. يخلي البيشنت بتاعك يبقى سيف ازاي؟ عن طريق ان هو مفيش حاجه هتقع في بقه، مفيش ايريجيشن هيقع، مفيش فايلز، مفيش بيرز، مفيش اي حاجه، ومفيش حد بيشتغل اندو من غير ايزوليشن ما حصلوش اكسبيرينسنج للكلام ده، ان في كلور وقع في بق البيشنت، ان في اي نوع من انواع السوليوشنز وقع في بق البيشنت، ان في فايل وقع في بق البيشنت، قطن، اي حاجه البيشنت ممكن يبلعها او تيجي في بقه. خصوصا موضوع الاريجيشن والصوديوم هايبوكلورايت، لو جه في بق الموضوع صعب جدا، بيبقى طعمه سيء جدا طبعا. فالبيشنت ممكن ببساطه يتضايق، ممكن يفقد الثقه فيك، الموضوع مش بيبقى لطيف. فعلشان حضرتك تحافظ على السيفتي بتاعتك كدكتور وفي نفس الوقت تحافظ
طيب محتاجين كمان نكون سيف اثناء الاكسس كافيتي بريباريشن. وعلشان نبقى سيف اثناء الاكسس كافيتي بريباريشن، مهم جدا 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 ان حضرتك تكون عندك adequate فيجن، ان حضرتك تكون شايف كويس، عن طريق ان يبقى عندك good source of magnification and good source of illumination. تمام؟ مش شرط ان انا اقول لك روح اشتري مايكروسكوب بكره الصبح، لا، ممكن حضرتك تجيب magnification loops، magnification loops 3.5x 4x 4.5x it will be enough for some time علشان تقدر ان انت تبقى شايف كويس، وفي نفس الوقت تبقى conservative اكتر، وفي نفس الوقت تبقى قادر ان انت تشوف احسن، وبالتالي هتقدر ان انت توصل للكنالز، تقدر ان انت تعمل treatment outcome افضل. تمام؟ انما لو حضرتك مش شايف، حضرتك من الاخر كده هتكون ايه؟ هتكون من غير ما انت تقصد، لان انت مش شايف تعمل ايه. فوجود good source of magnification illumination معاك هيخليك more safe اثناء ما حضرتك شغال، خصوصا في خطوه الاكسس كافيتي. كمان لازم حضرتك تكون معاك البروبر ارمامنتيريال او البروبر تولز، البروبر بيرز والبروبر فايلز، البروبر التراسونيك تيبس. تمام؟ علشان تقدر ان انت تعمل تريتمنت اوت كم مظبوطه، علشان تقدر ان انت تفتح اكسس كافيتي بشكل مظبوط. ما ينفعش ان انت يبقى معاك ادوات مش مناسبه، ادوات ممكن تكون بتعمل ديستراكشن، ادوات ممكن تكون مثلا الاحجام بتاعتها كبيره قوي او الكاتنج افشنسي بتاعتها عاليه قوي بزياده، ممكن تعمل لك ديستراكشن وتبقى متخيل ان انت هتعمل اكسس كافيتي بشكل سيف وبشكل بريدكتبل. لا، لازم يكون عندك التولز المناسبه اللي تؤهلك ان انت تعمل اكسس كافيتي مظبوط. لازم يكون معاك مناسبه، لازم يكون معاك سيف اندد ستونز او اندو زيت بيرز علشان تقدر ان انت تعمل خطوه الديروفنج بشكل سيف من غير ما تعمل انجري في الفلور. لازم يكون معاك الالتراسونيك تيبس المناسبه علشان لو هتحتاج ان انت تعمل بيها ديروفنج، هتحتاج ان انت تدور على مسد كانال، هتحتاج ان انت تعمل ريفاينمنت للاكسس كافيتي، هتحتاج ان انت تستخدم الالتراسونيك في اي استخدام من الاستخدامات بتاعتها. تمام؟ طيب علشان نبقى سيف خلال الاكسس كافيتي، احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين ازاي نعمل كوركت اكسس كافيتي ديزاين، وكمان نبقى عارفين ازاي نعمل ادكويت اكستنشن للاكسس كافيتي. الاكسس كافيتي بتاع حضرتك علشان يبقى مظبوط لازم يكون الديزاين بتاعه مظبوط. كل توس طبعا ليها الديزاين الخاص بيها، اللور مولرز مثلا ترابيزويدال ان شيب، الابر مولرز تريانجولار ان شيب، الابر بري مولرز اوفال ان شيب من البقه للبلاتال وما الى ذلك. فلازم حضرتك تكون عامل الديزاين المظبوط، وفي نفس الوقت تكون عامل اكستنشن مظبوط للاكسس كافيتي، ولا هو اندر اكستندد ولا هو اوفر اكستندد، علشان تبقى سيف ديورنج الاكسس كافيتي بريباريشن. ان لو الاكسس كافيتي بتاع حضرتك اندر اكستندد، وحضرتك كده ممكن يكون عندك ريسك ان انت يبقى عندك ميسد كانالز او ميسد اناتومي. الميسد كانالز دي لو حضرتك ما عملتلهاش تريتمنت ممكن تعمل لك فيلير في المستقبل. تمام؟ لو حضرتك الاكسس كافيتي بتاعك كبير بزياده او عامل اوفر بزياده، فحضرتك كده برضو مش سيف، لان انت عملت مور ديستراكشن في الايه؟ في التو ستراكشر بتاعك. ده ممكن ياثر على الفراكشر ريزيستنس بعد كده، ممكن يخلي التوس تتكسر، البيشنت يرجع يقول لك التوس اللي انت عملتها لي اتكسرت يا دكتور وما الى ذلك. يبقى ده ايه؟ ده بوست اوبرتيف كومبليكيشن. يبقى لازم حضرتك تكون عامل كوركت ديزاين وكوركت اكستنشن، ولازم طبعا تلاقي كل الكنالز وما يكونش عندك ايه؟ ميسنج اناتومي. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا ان احنا لازم نكون سيف في الدايجنوزس، لازم نكون سيف ديورنج الانستيزيا والبين كنترول، لازم نكون سيف ديورنج الايه؟ الاكسس كافيتي بريباريشن. طيب لازم نكون سيف كمان ديورنج الروت كانال بريباريشن. طيب ازاي حضرتك تعمل الروت كانال بريباريشن بشكل سيف؟ تعالوا بقى نتكلم في النقطه دي. علشان تبقى سيف ديورنج الروت كانال بريباريشن او ديورنج الروت كانال انسترومنتيشن، فحضرتك لازم تكون بتعرف تقرا البري اوبرتيف اكس راي كويس وتعمل لها اناليسيز كويس. احنا جبنا سيره البري اوبرتيف اكس راي خلال الكلام عن الايه؟ عن الاكسس كافيتي في الاول خالص، وحضرتك لسه بتعمل بري اوبرتيف اسسمنت. كمان في خطوه الروت كانال بريباريشن
حضرتك لازم تكون عامل بري اوبرتيف اكس راي اناليسيز كويس جدا، وتكون باصص كويس جدا على ايه بقى هنا، على الروتس. حضرتك تبص على البري اوبرتيف اكس راي وتبدا تقيم تقريبا الروت لينث ده قد ايه. حضرتك مش هتعمل طبعا وركينج لينث ديترمينيشن من البري اوبرتيف اكس راي، او مش هتعرف هو الوركينج لينث كام، انما بعينك كده بتبدا ان انت تاخد فكره، اه والله لا دي الروتس دي طويله شويه، لا الروتس دي قصيره. طب لو الروتس دي طويله زي مثلا الابر 5 ده، الابر 5 ده كان اطول من الكناين، الابر 5 ده كان 33 مللي، تمام، من اطول السنان اللي عملت لها تريتمنت يعني، تمام. طيب لما حضرتك بتلاقي في البري اوبرتيف اكس راي توس طويله قوي زي كده، يبقى حضرتك هتبدا تكونسيدر ان انا محتاج اكسترا لونج فايلز علشان اقدر ان انا اعمل شيبنج للكنالز دي بشكل سيف وبشكل بريدكتبل، واقدر اوصل للفول وركينج لينث. انما حضرتك لو ما عملتش كونسيدريشن للنقطه دي، يبقى حضرتك مش هتقدر توصل للفول وركينج لينث، بالتالي مش هتقدر تعمل شيبنج وكليننج ولا اوبتيريشن لحد الفول وركينج لينث، وده طبعا ممكن يعمل لك ايه، مشكله في المستقبل بعد كده. طيب يبقى الاسسمنت بتاع الروت لينث حاجه مهمه. طيب الروت ويدث، ايه موضوع الروت ويدث ده؟ حضرتك لما بتعمل بري اوبرتيف اكس راي، بص كده على الروتس وحاول تشوف هل انا عندي بالكي روتس، هل الروتس بتاعتي بالكي تخينه الدايمنشن بتاعها عريض، ولا انا الروتس بتاعتي فين او الروتس رفيعه. هنا مثلا لور فيرست مولر زي ده كانت الروتس ايه، فين روتس، تمام، الروتس رفيعه. طيب الروتس الرفيعه او فين روتس، حضرتك لازم تكونسيدر معاها حاجه مهمه جدا اثناء ما انت بتعمل شيبنج، ان انا اولا مش هوسع قوي الحجم بتاع الفاينل بريباريشن سايز بتاعي، يعني هقف مثلا عند 25 تيبر 4 30 تيبر 4 بالكتير في الشيبنج، وفي نفس الوقت لازم استي وذين تيبر 4%. الكنالز دي غلط انك تعمل لها شيبنج بفايلز تكون تيبر 6%، لان فايلز تيبر 6% هتكون تو اجريسيف وتو ديستركتيف في الميدل والكورونال بارت، ممكن تكون اندر هاي ريسك اوف ستريب بيرفوريشن. stay within a taper 4% files، تمام، علشان تقدر ان انت تعمل لها shaping و obturation بشكل ايه safe وبشكل predictable، خصوصا ان اللور مولر ده عملنا لهم shaping باستخدام elephant rotary files، وصلنا لحد 25.4% في الميزيال كانالز و 30.4% في الديستال كانالز، والميزيال والديستال كانالز الاثنين كانوا جوين، تمام كده. طيب الروت كيرفيتشر، زي ما حضرتك لازم تقيم الروت لينث والروت ويدث، لازم تقيم الروت كيرفيتشر في البري اوبرتيف اكس راي. زي مثلا الكيس دي الميزيو بكر الروت بتاعها كان ايه، كان كيرفد، تمام. طيب حضرتك لما بتلاقي الروت كيرفد لازم تبدا تكونسيدر شويه حاجات، لازم تبدا تكونسيدر ان انا لازم يكون معايا الايه الفايلز المناسبه، لازم يكون معاك فليكسيبل فايلز كنترولد ميموري فايلز زي فايلات اليفنت طبعا، لازم يكون معاك فليكسيبل اريجيشن نيدل، لازم يكون معاك اكتيفيشن ميثود مناسبه، ويفضل الاكتيفيشن بتكون بوليمر تيبس او بلاستيك تيبس، فبتكون سيف ان هي تدخل في الكيرفد كانالز من غير ما يكون عندك ريسك ان التيب بتاعتك تعمل لك ليدج او ان هي تتكسر جوه الكنالز، تمام. يبقى في الكيرفد كانالز لازم تكونسيدر النوع الفايل اللي حضرتك هتستخدمه، ان هو يكون فليكسيبل فايل، لازم يكون كنترولد ميموري فايل، وفي نفس الوقت لازم تكونسيدر ان انت ازاي هعرف اوصل الاريجيشن بتاعي لحد الفول وركينج لينث في الكنال الكيرفد دي، ممكن تحتاج فليكسيبل اريجيشن نيدل، ولازم تكونسيدر الاكتيفيشن ميثود بتاعتك اللي هي المفروض انها تكون سونيك اكتيفيشن ميثود مش التراسونيك. طيب يبقى لما حضرتك
بتعمل assessment للروت لينث والروت ويدث والروت كيرفيتشر، حضرتك هتقدر ان انت تختار نوع الفايلز المناسبه اللي انت هتعمل بيها شيبنج، وفي نفس الوقت هتقدر تختار الشيبنج تكنيك المناسب للكنال دي، سواء بقى هي كانت اكسترا لونج، سواء هي كانت كيرفد، سواء هي كانت نارو، او هي كانت سهله وستريت فورورد وما فيهاش مشكله. هتبدا تختار الشيبنج تكنيك بتاعك تمام كده علشان تبقى سيف. طيب من الحاجات المهمه برضو علشان تبقى سيف ديورينج الشيبنج ان حضرتك تديتيرمن الانيشال فايل بتاع الكنال. الانيشال فايل بتاع الكنال هو اول فايل هيوصل لحد الفول وركينج لينث، اول مانوال فايل هيقدر ان هو يوصل لحد الفول وركينج لينث ويبقى عامل ماكسيمم كونتاكت او ماكسيمم تاتشنج للكنال وولز في الابيكال ثيرد. مهم انك حضرتك تعرف الانيشال فايل او الانيشال سايز بتاع الكنال دي كام، ده بيبدا يدي لك فكره عن الديفيكولتي بتاعه الكنال دي قد ايه، هل الكنال دي سهله ولا الكنال دي صعبه. لو كنال مثلا الانيشال فايل بتاعها كان سايز 6 او سايز 8 مثلا، فالكنال دي نارو، الكنال دي محتاجه شويه مجهود في البريبريشن بتاعها، محتاجه ان احنا نعمل جلايد باث شويه كويسين علشان نقدر بعد كده ان احنا نعمل شيبنج بشكل بريدكتبل. انما لو كان مثلا الانيشال فايل كبير 25 مثلا او 30، فلا احنا بنتعامل مع وايد كنال، احنا في الكنال دي مش هنحتاج ان احنا نعمل جلايد باث اصلا، الشيبنج هنا مش هيبقى صعب. فان حضرتك تديتيرمن الانيشال سايز بتاع الكنال دي حاجه مهمه علشان تبدا تعمل ديتيرمينيشن للديفيكولتي بتاعه الكيس بتاعتك. طيب تعالوا بقى نقول شويه تيبس كده ونجمع التيبس بتاعه how to be safe during the shaping. اول حاجه علشان تبقى تاخد اكس راي بتو شيفت، اتكلمنا عن الاكس راي واتكلمنا عن اهميه البري اوبرتيف اكس راي خلال الدايجنوزس في الاول خالص، خلال الاكسس كافيتي، خلال الشيبنج كمان ان انت بتبص على الروتس. كمان لازم تاخد اكس راي بتو شيفت علشان الشيفتنج بتاع الاكس راي او الميزيال او الديستال شيفتنج ممكن يدي لك معلومات ما تبقاش موجوده في الستريت اون فيو. يعني دي مثلا كيس او ده لور مولر، لور فيرست مولر، دي اكس راي كانت ايه، كانت ستريت اون او كانت بارالل، خدنا اكس راي بميزيال شيفت لقينا ان ايه، ان الديستال روت عريض شويه زي حضرتك شايف. اول ما بتلاقي الديستال روت عريض شويه بتبدا تشك ان هو ممكن يكون فيه ايه، تو كانالز. هنا فعلا اللور مولر ده كان بايه، كان بتو كانالز ديستال وكان وجويند مع بعض. يبقى انك تاخد اكس راي بري اوبرتيف بتو شيفت هتبدا ان هي تدي لك معلومات اكتر عن الكيس بتاعتك. ممكن تبدا تاخد معلومات اكتر عن عدد الكانالز، عن الويت بتاع الروت وما الى ذلك. طيب ايه كمان محتاجينه علشان نبقى سيف ديورنج الشيبنج؟ ان لازم حضرتك تعمل اسسمنت، لازم حضرتك بتاعه موجود لحد فين، الريميننج تو ستراكشر قد ايه، الريميننج ساوند تو ستراكشر، المارجن ليفل بتاعك لو كان في بروكسيمال كيرز هل هي ديب مارجن ولا المارجن بتاعك مش ديب. لو كان في ريستوريشن قديمه لازم حضرتك تبدا تشوف السايز بتاع الريستوريشن القديمه دي قد ايه، والاكستنشن بتاع الريستوريشن القديمه دي قد ايه، علشان تبدا ان انت تحكم على الريستورابيليتي بتاعه التوث بتاعتك. هل في ساوند تو ستراكشر انف ان هو يقدر يشيل فاينل ريستوريشن ولا لا، هل التوث دي هتبقى ريستورابل وهتقدر تفانكشن بروبرلي بعد كده ولا لا. دي حاجه مهمه جدا، لو حضرتك ما قدرتش ان انت تحكم على الريستورابيليتي بتاعه التوث بشكل صحيح وبدات انك تعمل روت كانال تريتمنت لتوث نون ريستورابل، هتتفاجئ في الاخر ان انت مش عامل لها، ان انت مش قادر تعمل لها فاينل ريستوريشن، وبالتالي البيشنت هيعمل ايه، لا والله التوث بتاعتك دي مش ريستورابل، مش هنقدر ان احنا نعمل لها فيلينج او مش هنقدر ان احنا نعمل لها كراون، فهو كده البيشنت ما استفادش حاجه. احنا عايزين في الاخر ان احنا نوبتين فانكشنال توث للبيشنت بتاعنا تمام كده. فانك تعمل اسسمنت الريستورابيليتي بتاعه التوث من قبل ما تبدا في الروت كانال تريتمنت دي حاجه مهمه جدا علشان تبقى ايه، عشان تبقى سيف. طيب
تعمل اسسمنت للروتس زي ما اتكلمنا، قلنا لازم تشوف الروت لانس وويتس وكيرفيتشر، علشان ده هيعطيك فكره عن صعوبه الحاله. ده هيبدا يخلي حضرتك تقدر تحدد نوع الفايلز المناسبه اللي انت هتستخدمها في البريباريشن والشيبنج تكنيك المناسب. طيب لازم حضرتك تديتيرمن الانيشيال كانال سايز، علشان ده برضو بيبدا يدي لك فكره عن صعوبه الحاله قد ايه. هل دي كانال سهله الانيشيال فايل فيها كان كبير، ولا دي كانال صعبه الانيشيال فايل فيها كان 6 مثلا او 8. طيب علشان تبقى سيف ديورنج الشيبنج، كمان حضرتك لازم تسلكت السيوتبل شيبنج تكنيك والسلكشن اوف سيوتبل شيبنج فايلز علشان تبقى سيف ديورنج الشيبنج. زي ما قلنا حضرتك بتقدر ان انت تسلكت الشيبنج تكنيك المناسب والسيوتبل تايب اوف فايلز عن طريق الاسسمنت اللي انت بتعمله للروتس لللنس للويتس للكيرفيتشر. طيب كمان علشان تبقى سيف ديورنج الشيبنج، لازم حضرتك ما تهملش خطوة مهمة جدا 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 بتعملها اثناء الشيبنج، اللي هي خطوة الايه، الكورونال بري فليرنج. ايه خطوة الكورونال بري فليرنج دي؟ خطوة الكورونال بري فليرنج دي اللي احنا بنعملها بالفايل التخين القصير اللي اسمه الاوريفيس اوبنر فايل. حضرتك لو فتحت اكسس وبصيت على شكل الدياجراماتيك ده، تقريبا الكنال شكلها عامل كده زي الدياجرام ده، بيبقى الكورونال ثيرد بتاع الكنال ضيق جدا جدا، وباقي الكنال طبعا ايه في الميدل والابيكال بارت برضو بتبقى نارو. فحضرتك لو حاولت ان انت تدخل بمانيوال فايل صغير وتوصل للفول وركينج لينس، المانيوال فايل ده هيبقى عليه ستريسز في كل حته، هيبقى عليه ستريسز في الكورونال بارت وفي الميدل بارت وفي الابيكال بارت. التكتايل كنترول بتاعك مش هيبقى كويس، وفي نفس الوقت انت عندك هاي ريسك ان الفايل بتاعك يتكسر او ان الفايل بتاعك يعمل لك ليدج جوه الكنال. لذلك حضرتك بتعمل خطوه مهمه جدا قبل ما بتحاول ان انت توصل للفول وركينج لينس، اسمها خطوه الايه، خطوه الكورونال بري فليرنج، ان حضرتك بتستخدم الاوريفيس اوبنر فايل علشان تبدا تعمل فليرنج لاول 4 5 ملي من الكنال. الخطوه دي هي اللي بتساعد على التقدم او الادفانسمنت بتاع الفايلز اللي جايه بعد كده توردس الايه، توردس الوركينج لينس. انما لو حضرتك اهملت خطوه الكورونال بري فليرنج وما عملتش فليرنج او شيبنج للكورونال بارت بالاوريفيس اوبنر، وحاولت ان انت تدخل بفايلز صغيره على طول، وحاولت ان انت توصلها لحد الفول وركينج لينس، فحضرتك هتعمل ايه، حضرتك كده هتعمل ايه، هتعمل سيفير ستريسز على الفايلز بتاعتك، وهتبقى اندر هاي ريسك ان الفايل ممكن يتكسر او يعمل لك ليدج جوه الكنال. تمام. طيب من التيبس برضو المهم علشان تعمل سيف شيبنج، ان حضرتك لازم تعمل ريبريديوسبل جلايد باث. ايه هو الجلايد باث؟ ان حضرتك قبل ما بتبدا تعمل شيبنج، بعد ما بتكون حددت الوركينج لينس، بتبدا ان انت تعمل شيبنج للكنال او بريباريشن في الكنال بفايلات حجمها صغير، فايل 10، فايل 15، فايل 20 مانوال، بحيث ان الكنال باث واي بتاعك يبقى سموث ويبقى ريبريديوسبل، ويقدر ان هو يستقبل الشيبنج فايلز بعد كده من غير ما الشيبنج فايلز دي تدخل تعمل مشاكل جوه الكنال. خلاص انت خليت الباث واي بتاع الكنال يبقى سموث انف، يبقى فري فروم الارجيلاريتيز عن طريق التحضير اللي انت عملته بالفايلات الصغيره، وبالتالي تقدر الشيبنج فايلز ان هي ايه تفول والكنال لسه سيفيرلي نارو، انت اندر هاي ريسك ان الفايل بتاعك يتكسر او ان هو ممكن ايه، ممكن يعمل لك ليدج لو عملت انتروجن لتو لارج انسترومنت جوه الكنال كده مره واحده. تمام. الفايل يا هيعمل لك ليدج يا اما هيحصل له سيباريشن. فخطوه الجلايد باث بريباريشن، او ان انت تعمل بريباريشن في الكنال بفايلز صغيره قبل الشيبنج، ده خطوة مهمة جدا جدا قبل ما تبدأ تعمل الشيبنج. طيب كمان مهم جدا الوركينج لينس ده بايه؟ بنص ملي، علشان تتأكد ان الكنال بتاعتك بيتنت، او الكنال بتاعتك الابيكال
فورة من بتاعتها مفتوحه، الكنال دي مش مسدوده. طب ايه اهميه ان انا اعمل ايبيكال بيتنسي؟ الايبيكال بيتنسي هتضمن لحضرتك ان انت مش هيحصل لك لوس للوركينج لينس اثناء ما انت شغال، ساتش ان انت بتتشكل ايبيكال بيتنسي دي اثناء ما انت شغال بفايل 10 ما بين كل فايل روتري، واثناء ما انت شغال شيبنج لازم بترجع تاني تتشك الايبيكال بيتنسي ان الكنال بتاعتك لسه بيتنت وان انت ما حصلكش لوس اوف وركينج لينس. تاني حاجه الايبيكال بيتنسي بتضمن لك اكستشينج للدبري سوري اكستشينجيشن بتاعك احسن في الايبيكال ثيرد، علشان تبقى ضامن ان دايما الدبري اللي هتبقى موجوده في الايبيكال ثيرد هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها فلاشنج عن طريق الايريجيشن. كمان الايبيكال بيتنسي بتقلل البوست اوبرتيف سنسيتيفيتي او البوست اوبرتيف بين، ان انت تعدي الايبكس بنص ملي ده بيقلل الاوبرتيف بين والبوست اوبرتيف سنسيتيفيتي، لان هو بيامن لك باس واي للدرينج لاي انفلاماتوري اكزودتس او لاي جازس او لاي بريشر موجود في البريبيكال تيشوز، خصوصا في الحالات اللي بيبقى فيها ايبيكال بريدونتايتس او بريبيكال ليجنز او بريبيكال ابسس او فيها باس موجود في البريبيكال اريا. فان انت حضرتك تتاكد ان الكنال بتاعتك بيتنت ده هيضمن لك ان انت دايما عندك باس واي مفتوح للدرينج من خلال الروت كانال، وبالتالي انت بتقلل البوست اوبرتيف سنسيتيفيتي والبوست اوبرتيف بين. تمام كده؟ يبقى من التبس المهم قوي ان حضرتك تعمل ريبروديوسبل فلايت باث قبل الشيبنج، وكمان تتشك الابيكال بيتنسي بتاعتك وتتاكد ان الكنال بيتنت. مهم كمان علشان تبقى سيف اثناء الشيبنج ان حضرتك تسلكت السايز بتاع الماستر ابيكال فايل والتيبر بتاع الماستر ابيكال فايل اكوردنج تو ايتش كيس. تمام؟ دول كلهم لور فيرست مولر، كل واحد فيهم اتعمل له شيبنج بفايلز بانواع مختلفه واحجام مختلفه من الماستر ايبيكال فايل في كل كنال. تمام؟ طيب بنختار ازاي الحجم التيب سايز والتيبر؟ عن طريق البري اوبرتيف اسسمنت بتاع الكيس، وعن طريق الديتيرمينيشن اوف ذا انيشال سايز اوف ذا كنال. حضرتك بتبدا تشوف الكنال بتاعتي واسعه ولا ضيقه، الانيشال سايز بتاعها كام، طيب الكنال كيرفد ولا ستريت، طيب الكنال هل هي الروت اللي موجود فيه الروت كنال هل هو ثين روت ولا وايد روت، وبالتالي بتقدر تحدد انا تقريبا هقف على تيب سايز كام وتيبر كام في الماستر ايبيكال فايل، او يعني هنهي الشيبنج بتاعي على تيب سايز كام وتيبر كام. تمام؟ مهم جدا ان انت ما تعملش سكيبنج لفايل سايزز. دكاتره لما اوقات لما بيبقوا مستعجلين بيستخدم مثلا فايل 20 وبعدين على طول يستخدم فايل 30 وينسى ان في النص ايه 25. لا، بعد اذنك ما تعملش كده، دايما استخدم الفايلز في السيكونس المظبوط 20 25 30 35 وهكذا. تمام؟ ما تعملش سكيبنج، ما تنطش سايز، لان حضرتك لو عملت سكيبنج لو اشتغلت بال20 وبعدين رحت بعديه على طول اشتغلت ب30 فحضرتك كده بتانتروديوس تو لارج انسترومنت جوه الكنال، الكنال لسه نوت سايز الكبير ده، وبالتالي انت اندر هاي ريسك ان انت يا تعمل ليدج جوه الكنال الفايل يدخل يعمل لك ليدج، او ان ممكن الفايل يحصل له لوكينج جوه الكنال ويحصل له سيباريشن. وطبعا مهم جدا جدا انك نيفر ريبير ان ا دراي كنال، اوعى تعمل شيبنج جوه الكنال او تشتغل باي نوع من انواع المانيوال او الروتري فايلز جوه الكنال والكنال بتاعتك دراي. لازم دايما دايما الكنال يبقى جواها ايه؟ جواها الريجيشن اثناء ما انت شغال باي نوع من انواع الانسترومنتس جوه سواء مانيوال انسترومنت او روتري انسترومنت. تمام؟ طيب السيفتي ديورنج الايه؟ الروت كانال بريباريشن او ديورنج الشيبنج، سواء عن طريق الاسسمنت اللي حضرتك بتعمله للاكس راي او عن طريق السيكونس اللي انت بتمشي بيه في الشيبنج تكنيك، او عن طريق نوع الادوات ونوع الفايلز اللي حضرتك بتستخدمها، وكمان عن طريق حكمك على الكيس نفسها، هل هي وايد كانال، نارو كانال، فين روت،
ولا وايد روت وهكذا. كل ده بيخليك تقدر ان انت تختار الانسترومنت المناسب، الحجم المناسب، التكنيك المناسب، السيكونس المناسب علشان تبقى سيف. لكن حضرتك لو ما عملتش اسسمنت الكلام ده، ممكن تختار تكنيك مش مناسب للكيس، او تختار نوع انسترومنت مش مناسب للكيس، وبالتالي ما تبقاش سيف اثناء الشغل، وبالتالي ممكن يحصل ايه مشكله، او يحصل كومبرومايزيشن للتريتمنت بتاعتك. تمام. طيب عايزين نبقى سيف كمان ديورنج الاريجيشن. ازاي تبقى سيف ديورنج ما انت بتعمل اريجيشن؟ ببساطه ان حضرتك ما تستخدمش التب دي او النيدل دي، اللي هي التب الاي في، اللي هي النيدل بتاعه حقن الوريد اللي هي بتيجي مع السرنجه البلاستيك العاديه. مش هي دي النيدل بتاعه الاريجيشن يا دكاتره، مش دي اللي احنا بنستخدمها. احنا بنستخدم نيدل او تب معينه للاريجيشن اسمها سايد فنتد اريجيشن نيدل. نيدل بتكون الفنت بتاعتها او الفتحه بتاعتها بتكون طالعه منين؟ بتكون طالعه لاترال مش ابيكال. في نفس الوقت بتكون الجيج بتاعها صغير، بتكون جيج 30، فبتكون رفيعه جدا. هتقدر ان هي بعد الشيبنج توصل من ملي 2 ملي شورتر عن الوركينج لينس، وده اللي احنا عايزينه علشان نبقى ضامنين ان الاريجيشن بتاعنا هيوصل للفول وركينج لينس. وفي نفس الوقت عشان الجيج بتاعها صغير فهي مش هتبقى محشوره جوه الكنال، فالاريجيشن بتاعك هيقدر ان هو يطلع في كورونال دايركشن، وفي نفس الوقت هي بلاترال فنت مش ابيكال فنت، فهي هتقلل لك جدا احتماليه ان الاريجيشن بتاعك يحصل له اكستروجن بيوند الابيكس. تمام كده. في احيان بتاعت لما تكون شغال كيرفد كانال، لو في كانال فيها سيفير كيرفتشر، ممكن تكونسيدر ان انت تستخدم فليكسيبل اريجيشن نيدل، بوليمر اريجيشن نيدل، اريجيشن نيدل بلاستيك، علشان لو الكانال كيرفد الميتاليك اريجيشن نيدل ممكن ما تقدرش تدخل في الكيرفتشر، فهتكونسيدر ان انت يبقى معاك ايه، معاك بوليمر او فليكسيبل اريجيشن نيدل، بحيث ان انت تقدر توصل الاريجيشن بتاعك للفول وركينج لينس في كانال كيرفد. تمام كده. طيب ايه الخطوه اللي ناقصلنا بعد كده؟ خطوه الاوبتيوريشن. ازاي نبقى سيف ديورنج الاوبتيوريشن؟ من اكتر الايرورز اللي بتحصل ديورنج الاوبتيوريشن هو الايه، هو الاوفر فيلينج. ان تلاقي ان الاوبتيوريشن بتاعك بعد ما تكون خلصت الروت كانال تريتمنت، بتعمل اكس راي بعد ما خلصت تلاقي ان الاوبتيوريشن بتاعك معدي الايبكس. طيب فكره ان الاوبتيوريشن بتاعك عدى الايبكس ده غالبا بيكون بسبب inaccuracy during الخطوة بتاعت الماستر كون سيلكشن والماستر كون فيتنج. لذلك بعد اذنك حاول ان انت تباي اتنشن شوية او تاخد وقتك في خطوة الماستر كون فيتنج. لازم تعمل سيلكشن للماستر كون اللي يكون واصل لحد الفول وركينج لينس، ما يكونش معدي، ويكون عامل enough talk back، يعني الماستر كون بتاعك فيتد كويس في الابيكال ثيرد، علشان تبقى ضامن ان في ريزيستنس وريتنشن للماستر كون بتاعك، فالماستر كون بتاعك ما يعديش من الايبكس اثناء ما انت عامل اثناء ما انت بتعمل اوبتيوريشن، خصوصا في الكنالز اللي بتبقى الابيكال بريبريشن سايز بتاعها واسع 35 فيما فوق. تمام. يبقى لازم حضرتك تسلكت الماستر كون بدقه، لازم حضرتك تنشور ان انت عندك ريزيستنس وريتنشن في الماستر كون بتاعك، علشان ما يحصلش منك ايه، اوفر فيلينج او اوفر اكستنشن اثناء ما انت بتعمل اوبتيوريشن. طيب اثناء بقى الاوبتيوريشن بتاعك بعد ما تكون عملت سلكشن للماستر كون، لو حضرتك بتعمل لاترال كوندنسيشن، لو بتعمل كولد لاترال كوندنسيشن، لازم حضرتك تأفويد ان انت تعمل اكسسيف فورس بالسبريدر بتاعك، علشان الاكسسيف ابيكال بريشر بالسبريدر ممكن يخلي الجتابيركا بتاعتك تعدي من الابيكس. وفي نفس الوقت لو حضرتك شغال ورم فيرتيكال كومباكشن او كونتينوس ويف اوف كوندنسيشن، برضو بلاش تعمل بريشر عنيف بالبلاجرز بتاعتك اثناء ما حضرتك بتعمل ورم فيرتيكال كومباكشن، علشان ما تعديش الاوبتيوريشن ماتيريال بتاعتك من الابيكس. ولو حضرتك لسه بتعمل ورم فيرتيكال كومباكشن اون كونتينوس ويف كومباكشن وحضرتك لسه بيجنر في التكنيك، دايما قصر نص ملي من الماستر كون. يعني لو الوركينج لينس بتاعك
20 مثلا قص ملي من الكون خليه 19 ونص، علشان اثناء ما انت بتعمل فيرتيكال كوندنسيشن للجتابيركا الورم دي، انت بيبقى عندك هاي ريسك ان الاوبتيوريشن بتاعك يعدي بره الايبكس. فلو لسه بيجينر في التكنيك ومش عارف انا المفروض اعمل ورم فيرتيكال بريشر بشكل قد ايه، فاثر نص ملي من الكون بتاعك علشان ما تبقاش عندك ريسك كبير ان الاوبتيوريشن يعدي بيوند الايبكس. لو حضرتك بتستخدم باي سيراميك سيلر وبتعمل له دايركت انجكشن جوه الكنال، يعني بتستخدم الهيدروليك كوندنسيشن تكنيك في الاوبتيوريشن، دايما كونسيدر ان حضرتك تكون باسيف اثناء ما انت بتعمل الانجكشن بتاع البايو سيراميك سيلر جوه الكنال. يعني ما تخليش التب بتاعت السيلر تبقى ويدجت جوه الكنال، ما تحشرش التب جوه الكنال وتبدا ان انت تعمل انجكشن، لا خلي التب توصل جوه الكنال لحد ما تبقى بايندد، وبعدين ارفعها 2 مللي علشان تبقى متاكد ان هي ايه سايبه جوه الكنال او باسيف جوه الكنال او مش بايندد، ان هي مش محشوره جوه الكنال. بعد ما ترفعها 2 مللي وتتاكد ان هي مش محشوره، ابدا ان انت ايه اعمل انجكشن للبايوسيراميك سيلر. تمام كده يا دكاتره؟ يبقى احنا قلنا ان احنا بنسيك سيفتي في كل ستيب من الستيبس بتاعه الروت كانال تريتمنت، من اول الدايجنوزس للانيثيزيا والبين كنترول للايزوليشن للاكس كافيتي بريباريشن للروت كانال بريباريشن لحد الاريجيشن والديسانفكشن ثم ايه الاوبتيوريشن. ما تفتكرش ان السيفتي بس مثلا من اول الاكس كافيتي والشيبنج، لا انت محتاج كمان ان انت تبقى سيف في الدايجنوزس بتاعك علشان تقدر ان انت تعمل تريتمنت صح، محتاج ان انت تبقى سيف ديورنج الانيثيزيا، محتاج ان انت تبقى سيف عن طريق ان انت تعمل رابر دام ايزوليشن، ثم ان انت تبقى سيف خلال كل بقى الخطوات بتاعه الروت كانال تريتمنت، سيف ديورنج الاكسس عن طريق الاسسمنت اللي حضرتك بتعمله للبالب سبيس اناتومي للانجيوليشن بتاع التوث، بتبقى سيف ديورنج الشيبنج عن طريق كل البارامترز او الفاكتورز اللي احنا قلناها من اول البري اوبرتيف اكس راي اناليسيس، بتاسس الكونديشن بتاع الروتس اللينس والويتس والكيرفيتشر. لازم ما تهملش الخطوات المهمه اللي احنا قلنا عليها، الكورونال بري فليرنج، الجلايد باث بريباريشن، والابيكال بيتنسي، وكمان لازم تكون سيف ديورنج الاريجيشن عن طريق ان انت تستخدم السايد فينتد اريجيشن نيدل، وتبقى سيف ديورنج الاوبتيوريشن عن طريق ان انت لازم تباي اتنشن للخطوه بتاعه الماستر كون فيتنج، دي مهمه جدا جدا، ودي اللي هتخليك الاوبتيوريشن بتاعك ما يعديش منك بياند الايبكس، وفي نفس الوقت تافويد الاكسسيف بريشر سواء في اللاترال كوندنسيشن او في الورم فيرتيكال كوندنسيشن، او ان انت تعمل انجكشن بشكل باسيف لو كنت هتعمل دايركت انجكشن للبايوسيراميك سيلر جوه الكنال، علشان برضو السيلر والاوبتيوريشن ماتيريال بتاعتك ما تعديش بياند الايبكس. بشكركم جدا جدا على حسن استماعكم، وبشكركم جدا على إتاحة الفرصة الجميلة دي ان انا ابقى معاكم النهاردة. دي الكونتاكتس بتاعتي، الفيسبوك والايميل والانستجرام، لو حد حابب يتواصل معايا طبعا يشرفني في اي وقت. ده الهاشتاج بتاعي step by step endodontics، الهاشتاج ده على الفيسبوك، تقدروا ان انتوا تتابعوا الهاشتاج وتشوفوا كل الكيسز والبرزنتيشنز اللي بتنزل تقريبا بشكل يومي، كل الكيسز بتنزل من البروفايل الشخصي بتاعي، تقدروا ان انتوا تتابعوا الكيسز، يشرفني طبعا، وتقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا بشكل دايركت. ما تنسوش ان محاضره النهارده كانت برعايه شركه بيبودنت وإليفانت فايلز، وما تنسوش خالص اللينك بتاع الـ